السلام عليكم، معكم نور الإسلام بوراوي، مسؤول جودة في مركب هنكل شلغوم العيد. حبيت نهضر على المسار اللي عديت عليه خلال الركروتمون تاعي هنا في هنكل شلغوم العيد. حضرت الثلاث مقابلات. المقابلة الأولى كانت مع ديبارتمون ريسورس لي ريسورس هومان، والثاني كان مع لا ديريكسيون دو سيت هنا في هنكل شلغوم العيد، والثالث كان مع المقر الرسمي الإقليمي المتواجد في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة. خلال الساعات الأولى من تواجدي هنا في هنكل شلغوم العيد حسيت باللي أنا جزء من العائلة الكبيرة. الناس تعاملوا معايا بكل لطف، تعاملت مع الناس بكل لطف، حسيت باللي راهي عائلة كبيرة، مانيش جديد، ما حسيتش بنفسي غريب بأي شكل على الإطلاق. من الأشياء اللي شفتها هنا في هنكل، من القيم اللي تعرفت عليها هنا في هنكل وحسيتها قوية جدا، هي الالتزام. أنا شفت الالتزام في هنكل على جميع المستويات، حسيته في الإدارة العامة، حسيته في إدارة المركب، حسيته عند أصغر عامل متواجد هنا في هنكل، سواء هنكل الجزائر أو هنكل شلغوم العيد. بهذه المناسبة راني ندعوكم أنكم تحطوا السيرة الذاتية تاعكم، لي سي في تاعكم، تحطوهم في الموقع اللي متواجد على شبكة الإنترنت هنكل كارير. يعطيكم الصحة.